لحظة، انت صار لك بالصندوق هذا؟ مستر بيست تحداني اعيش لمدة 100 ساعة داخل صندوق. زي ما تشوفوا هذا الايميل كتب لي فيه التحدي، ما في ولا شرط، اهم شيء اني اقعد جوا الصندوق واحاول اعيش 100 ساعة. نسيت اقول لكم من مستر بيست، فابو الرب راح يقول لكم منهم. تعرف مين هاد؟ فهذا اكبر يوتيوبر في كل العالم، والزلمة عنده كتير قنوات، ومع انه اجنبي بدا ينتشر في الوطن العربي كثير. ليش؟ لانه بعض قنواته صار عليها ترجمة عربية مثل قناة الرياكت. احدهم وجد بطاقة يا نصيب ربح. وهذه القطعة الاولى من الصندوق راح نلبسها، بس خلينا نشوف كيف راح نعاني. بسم الله. وهذه القطعة الثانية. كنا كذا احنا جاهزين نسوي التحديات. زي ما تشوفوا هذا التايمر اللي بالايفون ما يكذب، فراح نضغط نقول بسم الله 1 2 بدينا. معنا 100 ساعة، وفي أكثر من تحدي راح نسويه. وأول تحدي راح نتسلق هذا الجبل اللي وراي الكبير بالصندوق. كيف راح أسويها؟ ما أدري. بسم الله يا مستر بيست، يخرب بيتك، إيش هذا التحدي؟ شباب ما عليكم، وضع بالسمباتيك. انتبه هنا في شوك، تعال امشي كذا. شوك شوك هنا. يلا يا شباب الحين حاول نتسلق الجبل. أنا ما أدري كيف الصناديق تعيش. إذا وصلنا 100,000 مشترك راح نحرق شعري مرة على مرضى السرطان. التحدي الثاني راح أحاول أنط فوق هذي، ما أدري كيف. يا رب ما أزحلق، جاي حزحلق يا شباب. سويناها. في سيارة، نجيب شخص الحين خليه يكتب على الصندوق، تمام؟ طب يا شباب، وانا كنت احاول انزل في سيارة ايس كريم تحت، هذه سيارة ايس كريم نروح نطلب منها وانا لابس الصندوق. فيلا بسم الله. الحين وصلنا للايس كريم اخيرا نطلب منها. خلينا نوصل. السلام عليكم، كيف حالك؟ اهلا. معاك ريان شديد لابس صندوق اليوم، فحبيت اطلب ايس كريم واجرب اكل ايس كريم وانا بالصندوق، فعاد تسمح لي؟ ابشر. كم ايس كريم؟ دينار. دينار، ابشر تفضل. ناخذ ايس كريم ونجرب ناكله احنا بالصندوق. صراحه اول مره اسويها بحياتي، اتوقع ما حد سواها اصلا، فبسم الله. العام شكرا، يعطيك العافيه. واشوف كيف حذوق الايس كريم. زاكي. والله يا شباب الحياة صعبة. الحين خلينا نروح للمكان الثاني وانا بالصندوق، فبسم الله. طيب الحين رجعنا البيت، وخلينا اقول لكم كم مر من الوقت. ساعة ونص، فباقي لنا 98 ساعة ونص، فباقي لنا وقت. الحين راح نروح التحدي اللي بعده واللي هو نتمرن. هذا التحدي قالت لي اياه سارة الورع، فاول تمرين راح اسويه راح العب بوكسينج. شوفوا كيف. انت يا طيب سليم، يلا نروح التمرين اللي بعده. التمرين الثاني نلعب تحديات. الله يسامحك يا ساره. والله عيال صعب، مره صعب. اتوقع كذا خلصنا، الحين نروح تمرين الحبل. امسك امسك يا ولد، امسك. يلا اللي بعده. الحين هذا الحبل راح نلعب شد الحبل. قول لي كيف، الحين بوريك. بس خلينا امشي. شوف السحر. اوف اوف، جبت العيد. 2. ما تنفع ما تنفع، ما اقدر انط امسك، ماني سبايدر مان. انا سوينا 2، ما قصرنا. بعد ما خلصت التمارين بقدر اسوي بوشب؟ مستحيل. زهر اسوي بوشب. بوشب يا شباب. شباب كنسل بوشب، ما راح نقدر نسوي بوشب. خلينا نروح للتحدي اللي بعد. طيب يا عيال الحين التحدي اللي بعده راح نروح نلعب فورتنايت. زي ما تشوفوا انا اول بدأت قناتي كنت العب فورتنايت، وعندي كود بالايتم شوب اسمه RA5. اذا انت تلعب فورتنايت حطه، ادعمني عشان نسوي مقاطع افضل. فتحدينا اليوم نحاول نجيب كل. طبعا راح ننط باول مدينه، واتوقع انا اول شخص بالعالم يلعب اللعبه هو لابس صندوق. شباب ابغى احك خشمي. واحد نزل فوق. لا لا لا، تخسي تخسي تقتلني. يلعب سيارة. لا في ناس. قتلت واحد، يا سلام. من هذا؟ العب والله لعيب. خذ والله خذ. العب يا اخي لعيب يا اخي، يا رب اجلد. 5 كلات اجلون. ماني
ايزي. اوه دمج دمج. يما هذا وين؟ يما هذا العيب. الدكتور يما يما. اوه سلاح صريخ صميم. لا 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 يا كلب لا تكفى لا. دي جي ما قصرنا ما قصرنا يا شباب. والحين خلينا نروح نصلي لانه اذن. ايه بالحين الحمد لله خلصنا صلاه، فاذا انت ما صليت روح صلي ولا تنسوا تصلوا على النبي. فخلصنا فعاليات اليوم، لازم اروح امنتج المقطع. وقبل ما نروح نسوي ايديت للمقطع ونخلص اليوم، كثير منكم سال كيف راح تنام. زي ما تشوفوا انا اخذت صندوقين حطيتهم زي كذا، راح نعطيها ذك يا شباب. طبعا راح امنتج المقطع وانا بالصندوق. مر من الوقت يا شباب 3 ساعات 33 دقيقة، وهذا كان بداية التحدي. خلينا نشوفكم بكرة. صباح الخير، خلصنا لكم اول 24 ساعة، تقريبا الحين باقي 76 ساعة عشان نخلص التحدي. درجة الحرارة 34 درجة مئوية، فغيرنا الملابس. كيف غيرنا الملابس؟ خلينا نخلص تغيير ملابس. الحين نبغى نطلب سيارة ونروح ناكل من ماكدونالدز، فزي ما تشوفوا. طيب لقينا سيارة، الحين نبغى نتصل عليها ونسأل. السلام عليكم، كيف حالك؟ قاعد بصور مقطع يوتيوب وراح اركب معاك وانا لابس صندوق، هل بزبط هذا؟ بالصندوق وين؟ بس انا ما بتصور شنو. يقطعوا بالفلة. اخيرا اخيرا راح نركب ونروح ماكدونالدز نفطر والشباب حلوه. شوف كيف حدخل. ما شاء الله. عم مصور فيلم. يوه السلام عليكم. السلام. اوه راسي علق بالشجرة. يلا نركب. طيب ركبنا السيارة، اضطرينا نسوي اجراءات عشان نركب. ما حطيت لك اشتراك حطها والى ماكدونالدز والحافظ الله. هذا الوقت ما مر وقت كثير، بس ان شاء الله راح نسويها. فهذا احنا وصلنا ويلا ننزل من السيارة. راح نخليه نكتب كلمة ف يعطي العافية. يا شباب نايم من السيارة ما ادري كيف. السلام عليكم، حال لازم تكتب لازم. يعطيك العافية. طيب يا عيال جاء دورنا وخلينا نطلب. يلا يلا. السلام عليكم، لو سمحت كيف بشتغل انا؟ مرحبا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عادي اطلب ماك اريبيا؟ بس انت ما معك سيارة. انا لا انا عادي راكب جنب السواق بس من بعيد. كذاب يا كذاب. حتى لو ما بصير لازم تكون طالب سيارة عشان قادر اخذ اوردرك. بدي ماك اريبيا. تمام. اوكي خلص. ولا يهمك. ايش السايز؟ مارك. تمام ولا يهمك. تفضل انت اشوف ماك. اهلا وسهلا. لا انا مو مصدق صدق بشيء. طلبت درايف ثرو من هذا، فالوضع بالسليم. كيف حالك؟ اول شيء يعطيك الف عافيه انك ساعدتنا. فابغاك توقع او تكتب اللي بدك اياه. لازم تكتب اللي بدك اياه لانه شكرا كثير لك. بن شكرا. السلام عليكم. لو سمحت بدي احاسب على ماك اريبيا. عن جد؟ ما بضبط لازم سياره. بضبط تدفع واعطيك. خلاص بدفع اللي ورايا وبيعطيه. اوكي؟ عن جد؟ كيف حالك؟ في ماك اريبيا. ايوه لارج جوا صح؟ شكرا. حط الكولا اللي وراي. سكننا ايس كريم، اليوم راح ناكل ماك اريبيا. طيب يا عيال قبل شويه الشخص يعطيه الف عافيه اللي زبطنا جاب لي تشيكن ماك وشرى لي كوكا كولا. ما ادري ليه وما خلاني احاسب، يعطيه الف عافيه. هذا بطل من الابطال تحدي. خلينا ناكل. هذا الطلب اللي طلبناه، راح اكل من جوا الصندوق كذا. ما اقدر اقعد للاسف لانه تفضل المحضرين. طيب يا شباب احنا الحين خلصنا اكل ودخلنا سوبر ماركت لانه الوالده الله يعطيها العافيه تبغى اغراض. راح نجيب الغرض الثاني لانه اذا ما جبناه اتوقع ما راح ندخل البيت، اللي هو نشا. جبنا النشا. هذه لعيون الوالده الله يحفظها ويحفظ والداتكم. شوف انا حنطرد باي لحظه بس ما عليك. السلام عليكم. شرينا النشا، طرد ما انطردنا، شرينا النشا وخلصنا. خلينا نروح نسوي الحين تحدي غيث مروان. طيب الحين لازم نطلع الدرج. وصلت بالسلامة، الله أكبر. نرجع البيت، فراح نرجع البيت زي ما جينا. الحين وصلنا البيت، راح نروح نعطي الأغراض للوالدة الكريمة ونرجع لكم. طيب يا شباب، للأسف في أخبار مو كويسة. زي ما تشوفوا غيرت الصندوق لأن الصندوق القديم خرب وحاولنا ننقذه،
بس للأسف ليه يا صندوق؟ حاولنا نلصقك وربي شوف والله خرب. ليش يا جاسم ليش؟ آخ والله كانت ذكريات، كانت روحنا وسوينا ولفينا وأكلنا برجر وإيس كريم، تتذكر الإيس كريم؟ يا الله الله ما قصرت، يعطيك العافية. جاء شخص مكانك وانت لانك مو رجال حتربي امك هناك، وعندنا هذا الصندوق وراح نكمل التحدي، راح نكمل التحدي وما في شيء يوقفنا. فبسم الله نروح الملاهي ونفجر ام الدنيا، راح نلعب السفينه فيعطيهم الف عافيه قصر النواجيس. يا ولدي انا الصندوق 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 مستر بيست دقه مستر بيست أي لازم نشوفكم بكرة، مع السلامة. وصلنا اليوم الثالث وزي ما تشوفوا وصلنا 48 ساعة ومو باقي شيء على 50 ساعة، فلازم نتعطر ونعطر الصندوق معنا لأنه اليوم مهم جدا. تابع لآخر المقطع عشان تعرف إيش راح يصير. ويلا ننطلق. طيب يا شباب الحين راح نروح نفاجئ شخص مشهور عنده مطعم، ما راح نقول لكم من هو، لازم تتابع المقطع للنهاية عشان تعرف من هو. بسم الله خلينا نفاجئه وما ادري ايش راح تكون ردة فعله. هذا هو جوا المطعم. خلينا نخش عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ ما في عين شديد الصندوق. كلية 60 ساعة بالصندوق. لك 60 ساعة بالصندوق؟ 40 لحظة، أنت صار لك بالصندوق هذا 60 ساعة. 60 ساعة يعني نمت صندوق؟ أيوه كل حاجة بالصندوق. راح نعطيك هذا القلم، لما أكتب تبع الصندوق. دن؟ دن. خلاص؟ تفضل يا كبير. شكرا يا حبيبي. شو الأفكار؟ مستر بيست الغبي. والله إنه مستر بيست غبي. طب إيش رأيك نطعميك وجبة؟ أكل برجر وهو في الصندوق. يلا بسم الله. وسويت إعلان لمحل برجر وهو في الصندوق. أحسن مطعم بالدنيا يلا. يكون أول شخص في تاريخ اليوتيوب ياكل برجر وهو في الصندوق، مش عارف كيف يعبر أو ليش أنت عم تعمل هيك، بس إحنا معك يا حبيبي. إحنا كل الدعم لك. كل الدعم لك. إيش كاميرا ما؟ والله غير أنا أصور. إيش تاكل؟ أكثر إيش أنت بتحبه؟ إيه ريان، الجماعة لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، لأنه أنا بشوف ريان بتعب في مقاطع، بتعب والله بتعب يعني هاد. يا حبيبي ادعوا له بالشفاء العاجل بالكومنتات. الحين وصل البرجر زي ما قال لكم ناجي القاق، انا اول شخص في الكره الارضيه راح يجرب هذا البرجر المجنون اللي عند ستاب. بسم الله. جيم يا عيال ورب الكعبه، البرجر هذا مجنون بشكل. شكرا ناجي، شكرا ستاب، ويلا نروح اللي بعده. السلام عليكم. اوكي يلا دورك. اوكي زي ما شفتوا كتب الكلام، انا ما ادري ايش كاتب. سوي اول مشروب بحياتي لك كف فاكتور. جي جبت العيد. اوكي معلش كذا حطه هنا، المفروض كذا اضغط. بسم الله. يا ويل ايش هذا؟ وكذا سوينا اول مشروب بحياتي وانا بالصندوق، فخلينا نجرب. بسم الله. دم يا ولد ايش هذا؟ حامض زي ما تشوفوا، والله ما شاء الله في اشياء. خلينا نجرب هذه. بابا السلام عليكم. كيف حالك؟ معك بيان شديد، نبغى ناخذ توقيعه، فراح اعطيك هذا القلم. اكتب لي اي شيء، اكتب لي اي شيء. دن. فيلا الحين ناخذ السمكات والموتشي ونضبط الوضع ونجرب الاشياء حقت انكل وساب. فخلينا نجرب الموتشي هذه. فبسم الله. جيم بالليمون والله رهيبه. نجرب السمك، السمك هذه طبعا خرافيه. خلصنا هذه الاشياء، خلينا نروح نلفف بالبوليفارد وانا لابس الصندوق، خلينا نشوف رده فعل الناس. يا عيال الحين دخلنا السينما، فشفتوا مره صندوق في حياتكم تابع سينما؟ ما اتوقع انكم شفتوا. فاليوم راح نسوي المستحيل وراح نتابع سينما. يا عيال قابلنا شخص اكتب لنا كلمه ما ندري ايش هي الكلمه، والحين خلينا نروح نتابع فيلمنا. يا عيال الحين دخلنا السينما وتقريبا الفيلم حيبدا، فخلينا نتكي وناكل فشار. يا
زي ما تشوفوا تقريبا باقي اقل من دقيقه واحده ونوصل نص المشوار. مين اليوتيوبر الرهيب هذا اللي طالع الشاشه؟ والله رهيب يقطع شكله، والله مجنون هذا اليوتيوبر اللي هنا، والله مجنون. يا حظ المتابعين ويا حظ المشتركين عنده. حاب اقول لكم كلام طالع من القلب، شكرا لكم على كل شيء، شكرا لك انت لانك وصلت لهذه الدقيقه بالمقطع، وحاب اقول لكم اذا وصلنا هذا المقطع 5000 لايك راح نكمل باقي المشوار في مدينه ثانيه. زي ما تشوفوا 5 4 3 2 1 0 50 ساعه.